شكرا أستاذي الفاضل. نعم، لدينا مجموعة من التدخلات، وأذكر هنا بأن المحاضرة السابقة التي كانت في نفس الموضوع كانت ممهدة لهذا الموضوع. ربما معنا بعض الحضور الذين لم يكونوا في المحاضرة السابقة. سأعطي هنا بعض الإشارات فقط إلى الجزء الأول من هذه المحاضرة، والذي تطرقت فيه إلى أهم الأسباب التي دعت الفكر الغربي إلى نقد الكتاب المقدس، إلى هذه الحركة العلمية التي عرفها الغرب في القرن ال17 والـ18. منها أهم هذه الأسباب ظهور الحركة البروتستانتية التي احتجت على الكنيسة وعلى رجال الدين، وأرادت أن تسحب رفع أن ترفع القداسة عن هذه الكنيسة وعن رجال الدين، لكي وتبحث عن يعني أن تقرأ الكتاب المقدس بدون وساطة الكنيسة. من بين الأسباب أيضا الكشوف العلمية التي قادتها أوروبا لاكتشاف حضارة الشرق القديم، وهو مهد الديانات. ثالثا، تأثير الفكر والحضارة الإسلامية في ظهور حركة النقد في الغرب المسيحي. وقد سبق وأكدت على أن مسألة النقد ليس المقصود منها الانتقاص من هذه الكتب، ما دامت هي كتب يؤمن بها أصحابها، فالنقد ليس المقصود منه ذلك المفهوم السلبي الذي ينتقص من الشيء ويبطله، بل يقصد منه النقد الحكم على الشيء لإخراج الفاسد منه. في هذه المحاضرة دكتورنا الفاضل، سبقت وأن تحدثت في المحاضرة السابقة عن المناهج التي اتبعها أهم رواد حركة نقد الكتاب المقدس، منها المنهج التاريخي والفيلولوجي وغير ذلك من المناهج. اليوم تحدثت عن مجموعة من الأعلام والأسماء التي عرفتها هذه الحركة في النهضة الفكرية الغربية. أعطي الكلمة لبعض الباحثين الذين رفعوا أيديهم منذ البداية. الكلمة لريتا شهوان. مساء الخير. السؤال هو، المسيحيون الجدد ماذا يعتبرون نسبة إلى الفكر النقدي المسيحي؟ هل يعتبرون بروتستانت؟ هل يعتبرون من الأصولية المسيحية؟ هل يعتبرون الثائرون وما إلى ذلك؟ الكلمة للدكتور الفاضل أحمد هويدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله دكتورنا الفاضل. أهلا أهلا، ازيك يا دكتور يوسف؟ ازيك يا دكتورة ناديا؟ كيف حالكما؟ مرحبا دكتورنا الفاضل. والله يعني الواحد مش عارف يقول ايه، ويشكر الدكتور يوسف ازاي على هذا الكلام الطيب الجميل. يعني صراحة أنا استفدت من هذه المحاضرة، وأشكره على الجزء الأخير من المحاضرة المتعلق بالدراسات الإسلامية، ورد فيه ردا طيبا جميلا على من يحاولون إسقاط منهج النقد الكتابي على القرآن الكريم. يعني كنت أتمنى أن يدوم الكلام في هذا المجال يا دكتور يوسف يعني فترة أخرى، أو أن تفيد له يعني موضوعا آخر، لأن هذا يعني موضوع يحتاج إلى كثير من الكلام وتفنيد ما يقوله بعض المتأسلمين الذين يحاولون إسقاط مناهج النقد الكتابي على القرآن الكريم. وأنت وضحت يعني كثير من الاختلافات بين نص القرآن الكريم والنص الكتابي. يعني هذا كلام طيب وممتاز. يعني فقط يعني كنت أريد من حضرتك، يعني أو لما كنت بتتكلم عن استغفر الله العظيم يا رب، لما كنت بتتكلم حضرتك نسيت أنا والله يا دكتور يوسف، الزهايمر يا دكتور يوسف يعني، لكن إن شاء الله تذكر ما كنت أود يعني أن أناقشك فيه. يعني وهو معلش لأن أنا ما كتبتش والله، يعني ربما أتذكر يعني الأسئلة التي كنت أريد أن أقولها. يعني أنت وضحت بصورة جيدة يعني ما قاله إبراهام ابن عزرا وتفسيرات سبينوزا لهذا للقواعد التي وضعها ابن عزرا، وكان خائفا ابن عزرا يعني،
ولا شك ان ابن عزرة يعني استفاد من كتاب ابن حزم الفصل في الملل والنحل والجدل اللي دار بينه وبين ابن النغريلة في الاندلس. وهناك مناهج ان شاء الله باذن الله، يعني انت سبقتني في الحديث عن سبينوزا وعن جاك استروك وكده، يعني انا مش عارف اقول ايه في المحاضره التي ستدعونني اليها في المستقبل ان شاء الله يعني، لكن ان شاء الله ساحاول جاهدا ان احنا نقدم جديد باذن الله تعالى. يعني كان في سؤال انا قراته فعلا لاحد الطالبات بتسال حضرتك، وده يعني ان شاء الله نحاول نجيب عنه سويا، ان القران جاء مهيمنا ومسيطرا على الكتب السابقه، وده هدفنا من عمليه نشر النقد الغربي يا دكتور يوسف، يعني ان احنا ننشر النقد الغربي بين المسلمين ليقدموا الرؤيه التصحيحيه لما اصاب التوراه وما اصاب الانجيل من بعد عن يعني نصوصهما الاصليه. ودي حقيقه لابد على كل مسلم ان يشتغل بالنقد الكتابي، ان يقدم الصورة التصحيحية التي يجب أن تكون عليها التوراة، النص التوراتي أو النص الإنجيلي، يعني لأن الغرب لا يمتلك الصورة الحقيقية، نحن نمتلك الصورة الحقيقية. فلذلك يعني أرجو أن أنت توضح هذه النقطة وتعطيها كثير من الأهمية، أن احنا القرآن الكريم جاء ليصحح، جاء ليبين الصورة الصحيحة للتوراة والقرآن، ونستطيع أن نستفيد من مناهج النقد الغربي وإن احنا نقدم الصورة التصحيحية لما جاء في التوراة والإنجيل. في قضية افتكرتها يا دكتور يوسف، يعني يا دكتور يوسف يعني حضرتك، أنا قاعد أشتغل على النص العبري بقالي يعني حوالي 40 سنة، عاوز تقول إن سيجموند فرويد بيقول إن موسى مصري؟ يعني احنا نروح نقعد في بيوتنا يا دكتور يوسف بعد إذن حضرتك؟ يعني ده ما احنا لازم نشتغل على النص العبري يا دكتور يوسف. والقرآن الكريم قال يعني كل رسول جاء بلسان قومه، فموسى بما ان قومه كانوا هم العبرانيين وكانوا يتحدثوا العبرانيه، ربما هي العبرانيه اللي وصلتنا، لكن موسى جاء باللغه العبريه، وموسى جاء لبني اسرائيل، وموسى لم يتاثر باخناتون، بالعكس اخناتون هو اللي تاثر بوجود بني اسرائيل في مصر ووصل الى التوحيد الذي تركه موسى في رحلته إلى مصر. يعني كل ما قال به فرويد بالنسبة لمصرية موسى عار تماما من الصحة. وهناك مقال يعني رائع جدا كتبه أستاذنا العالم الجليل الدكتور محمد خليفة حسن، بيفند فيه نظرية فرويد على المستوى اللغوي وعلى المستوى الديني وعلى المستوى التاريخي. فيعني بصراحة النقطة دي تحتاج إلى توضيح، ويعني إن شاء الله سأرسل لك يعني بحث أستاذنا الدكتور خليفة اللي رد فيه على فرويد رد علمي موضوعي. يعني عجبني كلامك دائما أنك تتحدث أننا نحاول يعني أن نقدم آراء علمية بعيدا عن الآراء العقدية المسبقة، ودي وظيفتنا بالفعل، أن احنا في دراستنا للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد أننا نحاول الوصول إلى الحقيقة، نحاول أن نصل إلى النص الذي هو أقرب إلى الحقيقة، لا نقول النص الحقيقي ولكن نصل إلى ما هو يمكن أن يكون أقرب إلى النص الحقيقي. ويعني أشكر حضرتك على هذه المحاضرة القيمة، وشكرا لك يا دكتور يوسف والدكتورة نادية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا دكتور. الكلمة للأب حنا إسكندر. السلام عليكم حنا، تفضل. مرحبا دكتور. مرحبا، السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتورة، شكرا لهذه شكرا لهذه المحاضرة القيمة. بالفعل أهنئك دكتور على هذا الجري السريع بالنسبة لمدارس الغرب من 17 من سبينوزا، أمر جيد جدا فعلا، أنا أهنئك عليه. لكن أريد أن أضيف أمراً آخر. أنتم مثلاً هل أنا الأزمة، قلت تحدثنا سوياً أن الأزمة التي مر بها المسيحيون وأنا كنت من ضمنهم من خلال تشريح كلمة الله من خلال الكتاب المقدس وعرضها للطرق العلمية وللمدارس العلمية ودراستها وتمحيصها وإلى ما هنالك،
أنشأت أزمة إيمانية لدي. وسؤالي دكتور، لماذا مثلا أنا أقول لك مثلا في مدارس الغرب أو هناك دور نشر أو هناك مؤسسات كبرى لم تعتني فقط في تحقيق المخطوطات الإنجيلية التي تختص بالتوراة أو بالإنجيل، بل أيضا اهتمت بكل المصادر المسيحية القديمة من آباء كنيسة إلى يعني أكثر شيء آباء الكنيسة وتاريخ الكنيسة وإلى ما هنالك من كل المفكرين القدامى، جمعوا مخطوطاتهم ونقدوها وقابلوها فيما بينها وأعطونا نصا محققا طيب يعني أمينا علميا. نقول أنا سؤالي لم أجد إلى الآن أي مصدر من مصادر الإسلامية محقق تحقيق علمي، لا كتب حديث ولا كتب سيرة ولا كتب تاريخ ولا حتى نص القرآن الكريم كما تكلمت معكم في السابق. لدينا 250 ألف مخطوطة، أكثر نص له مخطوطات هو القرآن الكريم ولم يطبع إلا في بداية القرن العشرين. فلماذا لم تقم المؤسسات بتحقيق هذه المصادر الإسلامية؟ وأنا بغض النظر عن القول أن القراءات المعترف فيها أم لم يعترف فيها أم التاريخ الإسلامي يقول أن هناك عدة نصوص إلى ما هنالك، أنا هذا الأمر لا يهمني، أنا يهمني النص الذي بين يدي اليوم. لماذا لا نقوم بدراسته وعلى طريقة المدارس الغرب؟ أنا لا أريد أن أشك في مصادره وفي مصداقيته، لكن لماذا لا ندرسه على كما هو النص الحالي بدون العودة إلى القراءات وبدون إلى ما هنالك كنص كما هو بطريقة المدارس الغرب؟ وشكرا لكم دكتور خليل. شكرا أب حنا إسكندر. نضيف أستاذ عبد الرحمن الشرقاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا دكتور يوسف على المحاضرة القائمة. أنا كان بس استوقفني شيء في المحاضرة وهي مسألة حتى الحاخامات ناقشوا في التلمود مسألة النصوص المضافة على أسفار موسى كالموجود في سفر التثنية اللي هو موت موسى، وكان برضو في بعض النصوص الأخرى اللي بيذكرها العلماء على أن الكاتب ليس هو الكاتب المنسوب إليه تقليدا، زي سفر يشوع في الإصحاح 24 وسفر أيوب الإصحاح 42 وانتهاء كلام أرميا في الإصحاح 51. فأنا كنت بس انت كرمت يا دكتور، ممكن حضرتك تذكر بس مجموعة من المصادر أو تتكلم باستفاضة أكتر عن المناقشات اللي حدثت في التلمود أو المراجع اللي بتحيل لهذه النصوص يعني بشكل اقتباس حرفي أو بالمعنى، وجزاكم الله خير. شكرا أستاذ عبد الرحمن. وأضيف الأستاذ عبد الله السعاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا دكتورة نادية والأخوة الكرام والدكتور يوسف. حقيقة ليس عندي ما أضيفه على الدكتور يوسف الكلام، لكن فقط أنا أحب أن أعبر عن إعجابي بالقدرات الاستثنائية والنوعية والمتجاوزة للدكتور يوسف الكلام في مثل هذه الاطروحات، والتي في الحقيقة أجد أنه أحياناً يضع بصمات واضحة وبصمات إبداعية واضحة ويثري اللقاء ويأتي بالجديد، فهو لا يكرر وإنما هو دائماً متجدد. ولذلك الدكتور يوسف من خلال متابعتي له وهو صديق وعزيز وأنا متابع له من خلال هذه الحوارات مؤخراً، الحقيقة تجد نفسك كمتابع أمام مفكر استثنائي من نوع آخر ومفكر عميق. ولذلك أنا أشكرك جدا وأجدد شكري لك يا دكتور يوسف على هذه العقلية المتجاوزة وهذا الطرح الثري والمثري والمثير في وقت واحد. كما أن الشكر أيضا لأختي الدكتورة نادية الشرقاوي على حسن إدارتها للحوار وبطريقة تعبر عن ثقافتها العالية وعن جديتها، فلكما مني الشكر الجزيل، ونتمنى ألا تنقطع هذه اللقاءات المعرفية والثقافية والتي فيها قدر من التثاقف بين شعوب العالم وبين الغرب والشرق. لكم تحياتي مجددا، أشكركم أختي نادية، الشكر لك يا دكتور يوسف الكلام وللإخوة الحاضرين والمستمعين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ عبد الله. دكتور يوسف سأضيف اسمين ثم تجيب ثم أضيف بعض الأسماء الأخرى ممكن؟ نعم سأعطي الكلمة للأستاذ محمد المغبر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد. شكرا لكم على هذا الجهد والوسع في هذه اللقاءات بدون مجاملة. إذن أستاذ سؤالي كالتالي، ذكرتم مسألة الهرطقة وبوز طوائف أخرى، إذن كان هناك تنوع للأفكار والرؤى على الأقل للأناجيل القانونية، فهل ترون فضيلتكم أن ذلك كان النواة الأولى لظهور عهد جديد من عملية نقد الكتاب المقدس؟ شكرا لكم. البقالي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، شكرا لكم على هذه المحاضرة القيمة، والشكر موصول لدكتورنا الكريم البحاثة أستاذ يوسف كلام على كلامه الرائع وإفادته المجيدة. أستاذي إن أذنت لعدة أسئلة. السؤال الأول، في حديثك عن مدى إجداء سبينوزا في نقده لأسانيد الكتاب المقدس، عقبت برأيك أنك لا ترى سبينوزا قد وفق في هذا بسبب أنه لا يستطيع أن يدرس أشخاص لا يعرفون، لكن في النقد الحديثي من المعروف أن مجرد إثبات الجهالة والانقطاع وبحد ذاته إجداء إلى غاية في التضعيف في التضعيف النقد. فبالتالي إذا سبينوزا أثبت جهالة هؤلاء وهو أثبت الانقطاع بينهم فهذا كافيه في 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 الإثبات. أما السؤال الثاني أستاذي، كثيرا ما نسمع بعد الكتابات التي تدافع عن القضية الفلسطينية حول خرافة الهيكل وموقعه في المكان المعلوم، وتنظر هذه الكتب إلى أن الهيكل حتى إن ثبت فموقعه بعيد عن موقع بيت المقدس الآن وهو بغير المواصفات، وهذا معروف متكرر عندهم. لكن أنا أريد يا أستاذ منكم أنت بصفتك متخصصا ومتتبعا أن أعرف رأيك الشخصي ورأي الباحثين الكبار في هذه النقطة، هل فعلا وجود الهيكل في المكان المعروف مسألة موثوقة؟ هل تضعيفه يقوم على أسس متينة أم أن مجرد هذا كلام ديولوجي سياسي فقط؟ النقطة الثالثة أستاذي جزاك الله خيرا، من خلال تصفحي البسيط للأسفار الإنجيلية الأسفار العهد الجديد التاريخية وجدت ظاهرة تتجسد في عنف تصوير الشخصية المسيحي شخصية المسيح بعنف ظاهر، لا في خطابه لتلامذته الذي كان يتكرر كثيرا بقلة الإيمان، ولا في خطابه للفريسين الذي كان يتكرر يا أبناء الحياة والثعابين، ولا في معاملته للذين كان يجديهم. فهل هناك أستاذي ما قيمة فتح النقد الداخلي من هذا المنطلق، عنف شخصية المسيح في الكتاب المقدس، وهل هناك دراسات حديثة في هذا؟ وثم التماس أخير جزاك الله خيرا أستاذي، هو هلك أن تعيد علينا أسماء الكتب التي ذكرتها في معرض حديثك عن نصف تاريخية الكتب المقدسة في معرض عدك الأثر، لأن فاتت قلمي ولم أستطع تقييدها، وتشكر وجزاكم الله خيرا ومعذرة على إكثاري. شكرا أستاذ عبد الله. أعطيك الكلمة دكتور يوسف وبعد ذلك نعود لمجموعة من الأسماء. لا أدري بالنسبة للسائلة ريتا شهوان، هل هؤلاء المسيحيون يمكن أن نعتبرهم مسيحيون جدد، هل هم تائرون أم أصوليون؟ في الحقيقة المرة الماضية للأسف وجهت لي سؤالا أيضا لم أستطع أن أجيب عنه، ولكن الذي يمكن أن أقول بالنسبة للمسيحيين الذين لا بد أن نميز في الباحثين المسيحيين بين فئتين، فئة عالمة أكاديمية، أقصد بعالمة بمعنى أنها أكاديمية، حتى الفئة الأخرى عالمة، الفئة الثانية فئة أيضا عالمة، ولكن فئة عالمة أكاديمية تنتمي إلى الجامعات، لا تنتمي إلى المؤسسات الدينية، لا تنتمي إلى الكنيسة. إذن لما يأتينا مثلا أحد الباحثين المتخصصين في الجدل الإسلامي المسيحي وهو المستشرق الهولندي فان كونيلزفيلد الذي كان ترأس قسم تاريخ الأديان في جامعة ليدن لسنوات طويلة، لما يقول لك أنا جسمي كريتيان من جي كخوا با على ترينيتي، أنا مسيحي لا يؤمن بالتثليث. إذن
هذا لا يستطيع أن يقوله رجل كنيسة وإلا خرج من الكنيسة. إذن فرق بين الذين كتبوا كتاب أسطورة تجسد الإله السيد المسيح، هؤلاء العلماء السبعة كتبوا 10 مقالات وهم ينتمون إلى جامعة بريطانية، أو أولئك الذين كتبوا صحف المسيح مايكل بيجينيت، ريشارد لي، وهنري لينكولن، الذين هم أساتذة بالجامعة، الذين على أنقاض أبحاثهم خرج الفيلم المعروف لوكو دو دافينشي الذي خرج عن المسيح. لما هؤلاء رجال ينتمون إلى الجامعات، إذن آراؤهم في نظري تبقى أكثر علمية لأن ليس هناك مؤسسة دينية تحكمهم. إذن في بعض الأحيان قد يصل إلى نتيجة معينة، ولكنه يعلم أن الكنيسة تحذره، تقول له لا بد من أن تكون أبحاثك موافقة للعقيدة. إذا ثبت بالنسبة إليه أن التثليث ليس من عقائد المسيحية، هذا يخرجه من الكنيسة. إذا العالم الذي يبحث تحت مظلة الكنيسة غير الباحث الذي يعمل تحت ظل الجامعة. إذا لابد من أنا كل ما أسمي هؤلاء مسيحيون مثقفون، مسيحيون أكاديميون. إذا وصل إلى نتيجة معينة يخرج بهذه النتيجة المعينة. لما يكون تابعا إلى مؤسسة معينة بطبيعة الحال إما سيحتفظ برأيه لنفسه، وإما سيعلن عنه ويخرج عن مظلة الكنيسة. إذن هؤلاء الذين قاموا بنقد بعضهم حاول أن يوفق. لما تحدثت عن المدرسة الأركيولوجية الفرنسية مع لوبير ماري جوزيف لاغرانج ولا مع لوبير دوفو، هؤلاء حاولوا أن يوفقوا. ولما صدرت رسالة البابا ليون طريز توقفت المدرسة الأركيولوجية عن الأبحاث حتى ترى ما الذي سيحدث، حتى تعرف هل تكمل أبحاثها أم لا تكمل أبحاثها. مثلا ماري جوزيف لاغرانج كتب مقالته لا لوتونتيسيتي موزايك دي بانتاتور، لوتونتيسيتي موزايك يعني صحة موسوية الأصفار الخمسة. إذن هذه مسألة في غاية الأهمية، أن يشكك أحدهم في نسبة الأصفار الخمسة وهو من رجال الكنيسة، هم أظن دبيني دكتان لا أتذكر، ولكن على كل حال إذن هؤلاء باحثون أكاديمي. الباحث الكنسي يبقى محكوم بأفكار الكنيسة، يبقى محكوم بأفكار الكنيسة، يبقى محكوم بهموم الكنيسة. لما كان من هموم الكنيسة التبشير والتنصير، يأتي هذا الباحث لا يمكنه أن يتخلى عن مهمته التنصيرية، سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين. إذن همه التنصير يبقى محولا معه، كما مش بالنسبة لبعض المسلمين. إذن بعض المسلمين في الدعوة مهمومون بالدعوة. إذن كم من طالب يسألني نحن نبحث في مقارنة الأديان من أجل الدعوة، أقول له أنا لست مع البحث في مقارنة الأديان من أجل الدعوة، أنا مع مقارنة الأديان من أجل إبراز الحقيقة. صحيح أن الدعوة هدفها أيضا الحقيقة على أساس أن الإسلام هو الحقيقة، ولكن أنا أريد أن أؤخر هذا الهدف. أنا هدفي أن أتباحث مع الباحثين المسيحيين واليهود وغيرهم من أجل معرفة الحقيقة، لا أقول له لأوصلك إلى الحق الذي هو الإسلام، أنا أريد منك أن نصل إلى الحقيقة، بعد ذلك سنكتشف هل الحقيقة هي الإسلام أم غير الإسلام. أنا موقن أنها هي الإسلام، ولكن هو أيضا موقن أنها هي اليهودية أو المسيحية، ولكن لنتباحث ونرى. إذن أنا قلت بالنسبة لسؤال ريتا شهوان المرة الماضية، سألت هل القرآن استعمل الكلمات العامية في حق، والله لا أدري، أعتذر، لا أدري، لا أعرف الجواب، ولكن الذي أعرفه أن القرآن نزل بلسان العربي، ولا أظنه يعني استعمل إلا الكلمات المتداولة. إذا كانت عامية لا أدري، ولكن لا أعرف هل زمن النبوة كانت في عربية فصحى أيضا وعربية عامية، لا أظن
ذلك، ولكن ليس لدي بحث في الموضوع. هذا كان على السؤال السابق وأعتذر منك كثيرا. بالنسبة للدكتور أحمد محمود هويدي، أشكره يعني على كل ما ذكر. أنا فقط يعني أحيل مرة أخرى في مسألة الإسقاطات. أنا كتبت كتابا صغيرا عنوانه القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج الكتاب المقدس. هذا الكتاب سبب كتابته كالكتاب الثاني الذي كتبته عن الصيام وتراث اليهودية، كان السبب فيه أنني حضرت محاضرة للدكتور عبد المجيد الشرفي التونسي، يقول فيها الكتاب هو هذا، يقول فيها أن ما عرفش ربما الكتاب كتبا مقلوبا لا أدري، يقول فيها أن القرآن كتب في القرن الرابع الهجري، ويستند في ذلك على نص للسيوطي الإمام السيوطي، يأتي بنصوص من إتقان في علوم القرآن للسيوطي القرن العاشر الهجري، تستدل علينا بنص من القرن العاشر الهجري، وتترك نصوص البخاري التي هي أقدم منه، وتترك نصوص الأحاديث، وتترك القرآن نفسه. إذن كان السبب أنني لا أناقشه في المضمون، لا أناقشه أن القرآن، ولكن أناقشه في الخلفية الإيديولوجية التي له، التي يريد من بينها أن يبرز أن القرآن هو كتيب صغير وموجود في PDF يعني لمن أراد. ولكن بشرية القرآن ناقشت فيه، بشرية القرآن ناقشت فيه دعوى تأخر تدوين القرآن عن عهد النبي وأن المتلو غير المدون، ناقشت فيه أصل دعوة القرآن مدونة بشرية، ناقشت فيه مسألة دعوة أهمية تطبيق منهج الكتاب المقدس لفهم النص القرآن. لم أناقش القضايا، وناقشت من حيث الخلفية الإيديولوجية، بمعنى أن لما كان الكتاب المقدس دون أخيرا بعد زمن النبي الذي نزل عليه، كذلك يجب أن يكون القرآن. ما دام كتابي أنا المسيحي أو أنا اليهودي كتب بعد زمن المتأخر، كذلك يجب أن أثبت أن القرآن كذلك. لما كان أن التوراة مدونة بشرية، يجب أن أثبت أن القرآن مدونة بشرية. لا، ليس هذا هو البحث العلمي. البحث العلمي هو أن تبحث، ليس أن تثبت مقررا في ذهنك حكما مسبقا في ذهنك. إذا ناقشت بعض المقولات عبد المجيد الشرفي، بعض مقولات محمد أركون أيضا، إذا ليس الأمر كذلك. إذا قانونية القرآن، نتحدث عن النص القانوني مصحف عثمان، كل هذا قياسا أو إسقاطا على لا كانونيزاسيون دي تيكست، تقنين الكتب عند المسيحيين. لما كان الكتاب المقدس قلنا فيما بعد، كذلك يجب أن نقول أن القرآن تم تقنينه في زمن عثمان أو في زمن لكن. وللأسف هناك مداخل في التراث الإسلامي منها يدخل هؤلاء، وكذلك لذلك قلت لا بد من المراجعة، لا بد من المراجعة العلمية للتراث الإسلامي. إذن خصوصا فيما يتعلق بالقرآن، المحدثون قاموا بعمل جبار لا نستفيد منه نحن، نحن فقط نحفظ الأحاديث ونحفظ العنعنة ونحفظ السند والرجال، ولكن لا نفهم روح العلم. روح العلم لو كان القرآن يحتاج إلى نقدين لانتقده هؤلاء، ربما لم ينتقدوه أيضا هم لأسباب عقدية. نحن يمكننا أن ننظر في الأمر ولكن بعلمية، نريد أن ننظر فيه بعلمية ليس بإسقاطات هؤلاء. إذن حتى أن ما قيل في النبي كما قلت وكل يرجع إلى، إذن هذا المسألة الأخرى بالنسبة للدكتور أحمد محمود هو يدي ويجزيه بخير، هو أن أنا أتفق معك، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أنا المشكلة عندي، وهذا أمر سبق أن كتبته في أطروحتي، وكان ممن ناقشني الدكتور أحمد شحلان وهو في اللغة العبرية، ولم يوافقني الأمر، ولكن صحيح، هل لسان موسى كان هو العبرية؟ العبرانيون بنص الكتاب المقدس، بنص العهد القديم، لا يشار فيه إلى بني إسرائيل. العبرانيون في بني إسرائيل، فيهم العبرانيون في الكتاب المقدس هم بنو إسرائيل وغيرهم. أنا النص لا يحضرني الآن، ولكن يمكن أن أرسله إليك فضيلة الدكتور من أظن من سفر صموئيل، هو أن كان إذا كان أحد العبرانيين
يريد أن يحد سيفه أو منجله أو منجله ينزل إلى الفلسطينيين، لأن لا أتذكر، ولكن فيه الإشارة إلى أن العبرانيون ليس هم بنو إسرائيل، العبرانيون هم بنو إسرائيل وغيرهم، هي تلك القبائل السامية، هي تلك. أنا زعمت في أطروحتي أن التوراة كانت باللغة العربية، لم تكن بالعبرية، كانت باللغة العربية، كانت باللغة التي تعلمها موسى عليه السلام في أرض مدينة، في أرض مدينة. موسى عليه السلام عاش 40 سنة في القصر الفرعوني، وعاش 40 سنة في مدين، وعاش 40 سنة في التيه، مجموع 120 سنة. لما نزل عليه الوحي، نزل عليه أول مرة وهو في مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال الآلين قلت إني أنست نارا. لما نزل عليه الوحي آنذاك، أنا فسرت في أطروحاتي أن كلام أن ولا ينطلق لساني، فسرتها بقوله ليس كما يقول ذلك الحديث أنه وضع جمرتان في فمه وكان يتلعثم. النبي ليس له إلا لسانه ليتحدث، إذا فقد لسانه فقد كل شيء، إذا لا يمكن أن يكون نبي معيبا في لسانه حتى يتلعثم، وإنما العجز حدث في كونه بدأ يفقد لغة فرعون، لغة فرعون التي كان يعرفها، لأنه عاش 40 سنة بنص التوراة. أما القرآن قال تاجرني 8 حجاج فمن 18 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، إذن هناك. ولكن الله عز وجل أيضا قال في القرآن فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وسار ما قالش سار، ولما قضى موسى الأجل سار، قال وسار. أنا بالنسبة لي ذلك الوقوف في العربية يفيد التراخي، قضى 10 سنوات ولكن لا نعرف متى خرج، الالتزام الذي كان بينه وبين حميه 10 سنوات أو 8 سنوات قضاها، ربما لم يخرج إلا بعدما قضى 5 سنوات أخرى، 6 سنوات، 20 سنة، لا ندري. بالنسبة إلي موسى كان في قوم بعيدين عنه، تعلم لغتهم وتزوج منهم وأنجب منهم وبدأ يتحدث لغتهم، لما خرج منهم مباشرة تحدث اللغة التي يعرفه، إذن بلسان قومه، قومه هي زوجته وأبناؤه أولاً، ثم ذلك احتاج إلى أخيه هارون ليستانده، لأن الأمر ليس لسان عادي، ليس مخاطبة عادية كما يحتاج من الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية لأشتري خبزة في ألمانيا، ولكن أنا سأحاجج رجلا لا بد من لغة متينة، ربما بدأ يفقدها بعد ما عاش مدة معينة. هذا مجرد الطرح، مجرد افتراض، يحتاج مزيد من الأدلة، ولكن أظن أن اللغة التي تحدثها موسى عليه السلام كانت لغة قومه، ولكن بالضرورة كما قال فضيلة الدكتور ليست هي العبرية الحالية، قد تكون عبرية، قد تكون عبرية عربية، لغة تجمع بين هذه اللغات. أنا أيضا أزعم ويحتاج زعمي إلى مزيد من التحقيق أن اللغات السامية في الأصل لغة واحدة تفرعت عنها هذه اللغات، ولكن أزعم أن العربية هي التي حافظت على أكبر رصيد لغوي من اللغة الأم. وأزعم مرة أخرى أن وإن كان الزعم في القرآن جاء في سياق الدم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أقول دعوة على استعمال المناطق، أدعي أن اللغة اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن ليست هي اللغة العربية التي نعرفها نحن، وإنما هو يتحدث عن اللغة العربية الأصل، لذلك نجد فيها بعض الكلمات نعتقدها آرامية، ونجد بعض الكلمات نعتقد أنها سريانية، لا، لأن القرآن نزل باللغة العربية المبينة الفصيحة الأصلية التي حافظت فيها لغة قريش على نسبة كبيرة من العربية من اللغات الأم، ولكن القرآن جاءنا بمصطلحات كانت في اللغة العربية المبينة التي فقدت في لغة قريش وحفظ فيها في اللغة في الآرامية وحفظ فيها في السريانية، وربما في الأكادية، وربما في اللغات الأخرى أجهلها. هذا هو الأمر، وهذا من طبيعة الحال مجرد أفكار قد تحتاج إلى علم، وإلى علم كبير من طبيعة الحال، وإلى بحث كبير. الأب حنا يقول أن لماذا لا نراجع القرآن اعتمادا على المخطوطات؟ أنا لست ضد الفكرة كما قلت لك دائما، لست ضد الفكرة، ولكن هذا العمل يقوم به الغربيون،
فضيلة الدكتور حنا يقول أن لماذا المسلمون لم يفعلوا ذلك؟ لا، لم هناك ليس كتاب تحقيق، كتاب عربي حقوق تحقيقا علميا. هذه دعوة تحتاج إلى دليل، هذه دعوة لا أتفق مع سيادتكم فيها، لأن أن تقول ليس هناك عرب كتاب عربي حقق تحقيقا علميا، هذا كلام يحتاج إلى وقفة علمية حقيقية. أنا لا يمكنني أن أجزم هذا الأمر حتى ولو كنت متخصصا في التحقيق، لأنني لم أطلع على كل الكتب العربية وحتى أعرف أنها حققت علميا أم لا. بالنسبة للقرآن، لماذا لا يحقق اعتمادا على المخطوطات؟ لماذا لا يقوم الغربيون والمستشرقون والمنتقدون للإسلام بين قوسين وأعداء الإسلام بالقيام بذلك ليثبتوا لنا خلاف ذلك؟ ماذا حقق مشروع أنجليكان ويفر الذي قضى 25 سنة بدعم كبير من الدولة الألمانية في قراءة القرآن؟ ماذا أخرج هذا الكتاب الذي صدر في باريس مؤخرا، لو كورون دي زيستوريان؟ ماذا قدم؟ إذا كان الغربيون أنفسهم من الباحثين في القرآن لا يتفقون مع أصحابه. المرة الماضية لما استقبلنا مدام غوبيو هي تقول أنها دعيت إلى المشاركة في الكتاب وتقول تحمد الله أنها لم تشارك في الكتاب. إذن نحتاج إلى مسألة أخرى مهمة جدا، لماذا لا نعتمد القرآن، المخطوطات القرآنية؟ لأن القرآن ليس كالكتاب المقدس، القرآن نص متلو، قراءات، قراءة نقل بالقراءة، نقل ب... إذن ضرورة اعتماد، لا يمكننا أن نعتمد نصا مكتوبا وننسى كيف انتقل. النص القرآني في أصله كتب بالرسم العثماني الغير المنقط الغير المشكل الذي لا يتوفر على المد. إذن القراءة بالنسبة فيه مهمة. إذن تحقيق المخطوطة لا يمكن إلا بوجود القراءة، إلا بوجود القراءة، القراءة التي تناقلها الناس. إذن لا يمكنني، عفوا، لا يمكنني أن أطعن فيما تواتر عليه الناس، فيما تواتر عليه الناس. لذلك يعجبني الإمام أحمد، الإمام بن حزم رحمه الله لما ناقش النصارى في مسألة الصلب انتبه إلى مسألة مهمة، قال أن النصارى تواتر لديهم خبر صلب المسيح، إذن كيف نكذبهم؟ كيف يكذبهم القرآن؟ لأن التواتر مسألة مهمة في الإسلام، التواتر تنقل به الأمور، وليس بشرط التواتر أن يكون الجمع عن الجمع مسلما، قد يكون غير مسلم ونأخذ بمقولتي، لأن في الأصل أن البشر لا يتواطؤون عن الكذب. يقول أن هذا صحيح لو كان التواتر في صلب المسيح من البدء، المسيح لما صلب لم يحضر أي من حواريه صلبه، بل بطرس فر عريانا، ترك إزاره وفر ولم يحضر لما قيل له هذا أيضا من أتباع المسيح، وقال له المسيح من قبل ذلك لما تنبأ سيصيح الديك ثلاث مرات وستنكرني ثلاث مرات. إذن لم يحضر أي من الحواريين صلبه. إذن ما يدرينا أن المصلوب بالفعل كان هو المسيح. الجنود الذين جاءوا ألقوا القبض على المسيح يوم صلبه ما كانوا يعرفونه، وإلا لما اضطروا إلى أعطاء رشوة لمن يدلهم عليه. إذن هم لا يعرفونه، صلبوا رجلا لا يعرفونه، دلهم عليه يهوذا الإسخريوطي بعدما أخذ رشوة، ما يدرين أن الرجل أخذ الرشوة ودلهم على غيره ويكون بذلك بل شبه لهم بدعم. إذن هل نستطيع أن نحقق، دعنا من القرآن ومن تراث المسلم، هل نستطيع أن نحقق أن القرآن أن المسيح صلب فعلا؟ لما كتب مايكل بيجينيت في صحف المسيح وحدثنا عن صلب المسيح قال لا يمكن لرجل أن يموت على الصليب بين العصر والمغرب، الذي يصلب على الصليب يحتاج ذلك على الأقل ثلاثة أيام لأنه يموت عن طريق الاختناق بفعل الجاذبية. إذن الرجل المسيح عليه السلام لما رفع على الصليب كان بجانبه رجلين صلبا قبله، مات هو وأنزل على الصليب وبقي الرجلان. مايكل بيجينيت يشك في أن المسيح مات على الصليب، يقول بل أنزل حيا ودفن في غرفة فسيحة ليس في قبر. ولما جاءت مريم المجدلانية لتنظر بالحانوط يقول كيف نأتي بالحانوط لميت بعد ثلاثة أيام، ستكون رائحته كريهة لا تستطيع أن تدخل المكان، وإنما جاءت بما يعالجه لأنها تعرف أنه لا زال حيا
ولما أرادت أن تلمسه قال لا تلمسيني لأنه كان جسمه فيه ألام لا يريد. إذا على كل حال هذا موضوع آخر. إذن تحقيق نص القرآن يحتاج إلى مصاحبة قرائية، لا بد من القراءة. القرآن سمي قرآنا، القرآن من قرأ يقرأ القرآن. إذا لا يمكن أن تعامل مع مخطوطة دون أن تصاحبه القراءة. الذي يريد أن يحقق القرآن دون مصاحبة للقراءة من المستشرقين لهم ذلك، الأمر مفسوح أمامهم، القرآن أمامهم، لا يمنعهم أحد ليفسر. وقامت أنجليكا كما قلت وذكرت بذلك، لم تعطينا لحد الساعة أي نتائج. مخطوطات عفوا الجامع الكبير حققت، ما هي النتائج؟ لماذا لا يخرجوا لنا هؤلاء الناس ويثبتوا لنا صحة ونناقشهم أنذاك؟ إذن ولكن مع كل هذا الأمر أدعو إلى، ربما أظن غانم، لا أتذكر اسمه بالضبط، الباحث العراقي قدور غانم أظن، من الباحثين الذين يهتمون بمخطوطات القرآن. غسان حمدون في كتاب القرآن في إعجازه يتجلى أيضا اهتم بمخطوطات القرآن ومخطوطات الجامع الكبير هذه. على كل حال إذن أنا معك، لماذا لا نقوم بالمخطوطات؟ ندرسها، ولكن دراستها تحتاج إلى مصاحبة قرائية، لا بد من القراءة، لأن القرآن قرآن، ليس مكتوبا، ليس كتابا فقط، وإنما هو قرآن وكتاب، مكتوب ومقروء. أظن غانم قدوري للباحث العراقي. بالنسبة لعبد الرحمن الشرقاوي طلب النصوص، أنا لا أستحضرها الآن، ولكن نزقين، سيدر نزقين مجلد الرابع أظن في بابا بطرة كيتكلم على نقاشات أنا عندي في موجودة، يعني سأرسلها إليك إن شاء الله، موجودة النصوص التي يناقشون فيها ويحيلون إلى أن كاتب الفقرات الثمانية من سفر التثنية أنه هو يشوع، وكاتب الفقرات يشوع أظن يقولون إن المحكمة الكبرى ها قالوت هكذا، لا أتذكر لأنني أنا قرأت العبرية بشكل فردي ليس بي، ولكن سأبعث لك النصوص على الفيسبوك. أخونا عبد الله السعوي شكرنا، جزيه خير الجزاء، نحن فقط نحاول أن نسدد ونقارب، ولكن لا نحسب أنفسنا في هذه المجموعة إلا طلبة علم، لا زال أمامنا الشيء الكثير. نتمنى لو نجد من يريد الاشتغال، هو موجود بدون شك، أنا لا أقول أن نحن الوحيدون في هذا العالم الذي لا هناك، ولكن جهود متفرقة، هناك إخوة في مصر، هناك إخوة في العراق، هناك في كل البلاد العربية وحتى في غير العربية، هناك من يجتهد، ولكن نحتاج إلى أن تتكاتف الجهود، وأن يكون الهدف علميا البحث عن الحقيقة كما قال الدكتور أحمد محمود هويدي في المحاضرة السابقة، أعجبتني كلمته هذه سأحافظ عليها دائما. إذن يكون هدفنا أن نبحث عن الحقيقة، حقيقة النص، أن نقترب من النص، أن نتأكد من صحة النص. سي الغبار تكلم على نهار طاقة ثورة العهد الجديد، ما من أتذكر سؤاله جيدا، حيث أنا أكثر من الدكتور أحمد محمود الجيدي أنساكتني، يعني أنا كتبت ولكن مع ذلك الكتابة لم أتذكر، لما كتبت ظننت أنني سأتذكر من هذه، كتبت نهار طاقة التوراة العهد الجديد لنقد الكتاب المقدس، استسمحك سيدي الكريم، لكن سي البقالي ربما نتذكر ونعاود نجاوبك فيما بعد. البقالي يقول اجتهد سبينوزا ليستطيع أن ينتقده الرجال، لا، انقطاع السند كافي صحيح، ولكن رحمة الله الهندي في كتابه إدار الحق لما قال للنصارى البروتستانت الذين كانوا يناظرون يقول لهم السند في ذمتكم ليس في ذمتنا، أنتم المطالبون بالإتيان بالسند، وإنما سنتحدث معكم في متن الكتاب من باب التبرع، نحن في اعتقادنا الإسلامي الكتاب إذا لم يكن له سند
لا حاجة إلى مناقشته. إذا لم يستطع المسيحي اليوم أو اليهودي اليوم أن يقدم لنا سندا ثابتا لكتابه إلى من يزعم أنه ينسب إليه، إذا لم تثبت لي أن إرميا لإرميا فأنا لا لست في حاجة إلى قراءة إرميا، إذا لم تثبت لي أسفار خمسة أنها من موسى لا حاجة لي أن أقرأ. ولكن كما قال رحمة الله الهندي نناقش معكم المتن من باب التبرع، يعني من باب الفضل. إذا لما ندخل إلى المتن نكتشف العجائب، نكتشف العجائب في متن الكتاب المقدس فيما يتعارض يختلف يعارض الأخلاق والقيام. فيما لما نتحدث عن زنا لوط بابنتيه، لما نتحدث عن تعري نوح وشربه الخمر ولعنه كنعان الذي لا علاقة له بما حدث، ملعون كنعان أبو العبيد يكون لإخوتي، وما ذنب كنعان؟ إذا قضايا تعرض إليها المسلمون من قبل، ولكن تبقى مشكلة قصة لما نعود إلى سفر حزقيال ونقرأ قصة الأختيين نجد الكلام. على كل حال ربما الترجمة أيضا فيها مشكلة، لو قرأناها في النص العبري قد لا نجدها بالفضاضة أو بالفضاعة التي نجدها في الترجمات. إذن خرافة الهيكل وموقعه في المكان المعروف في الحقيقة هذه من الأشياء التي تؤرقني. الحقيقة نحتاج إلى الله عز وجل. حدثنا عن داود وعن سليمان وقال عن سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، بمعنى أن سليمان عليه السلام كان له ملك عظيم، ملك لا نظير له. ولكن المشكلة اليوم هي أين هو هذا الملك؟ إذا كان المصريون حكموا وتركوا لنا آثارا، إذا كان البابليون حكموا وتركوا لنا آثارا، إذا كان السبائيون حتى في سبأ حكموا وتركوا آثارا، الرومان تركوا آثارا، ماذا ترك سليمان؟ وكانت معه الجن وكانت معه. إذا هناك نحن لا نكذب الخبر ولكن نحتاج إلى 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 إقامة. إذا هناك حكمة ما في أن اختفى هذا الملك. إذا نحتاج إلى بحث أركيولوجي، إلى بحث تاريخي اعتمادا على النص القرآني. القرآن يقول وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد قال بصرت بما لم تبصر بي وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذا كان سليمان في فلسطين ما يمكنش الهدهد يمكث غير بعيد، رأى اليمن في جنوب الجزيرة العربية وفلسطين في شمال العربي، إذا نحتاج إلى وقت طويل. ثم بعد ذلك يقول لنا الهدهد الذي يدرسه وأنا أعرف البادية، الهدهد لا يطير أصلا، ليس من الطيور المهاجرات، هو طير يمشي على قدمه أكثر مما يطير. إذا هل باستطاعته وليس القلاقا أو حماما زاجلا كيف يسافر من اليمن إلى؟ إذا لابد إذا كان الأمر في سبأ ميقن لابد من البحث في مكان قريب من سبأ، أو نفسر تفسيرا آخر ونقول داود في هذه سليمان في هذه الواقعة بالذات لم يكن في فلسطين وإنما كان خارجا في خارجاته، وهذا أمر يحتاج إلى دليل لأنه سياق الحديث القرآني يشير إلى أن الأمر يتعلق بماذا؟ بتهيئة الجند، بمعنى أنه في المقر سيخرج ولم يخرج بعد. وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وإذا الرجل لا أدري، هذا أمر يحتاج إلى البحث وإلى دعمين وإلى سفرين وإلى تجوال من سبأ إلى فلسطين ذهابا وإيابا، تذهب وتعود حتى يتبين لك الأمر وأنت تحمل القرآن الكريم وتنظر في الجغرافية وتنظر في التاريخ إلى أن يهديك الله سواء السبيل. إذا كنت تريد بحث علمي، إذا كانت لدينا جامعات بالفعل تمول البحث العلمي كما يفعل الغربيون، إذا كان الغربيون صادقون يمولوننا في هذه المجالات لا يمولون فقط في الذي يريدون بيان غير الحقائق. إذن نحتاج الأمر إلى أما قضية الهيكل أو خرافة الهيكل هذا تركناه لأصحابه. ف
فتوماس تومسون وكيت ويتلام وجون بوتيرو تحدثوا في الامر نفوا هذا كله، حتى ان توماس تومسون لم يتمكن من مناقشه طروحته، وقال له عميد الكليه لان الذين يدعمون كيف نقول والله نسيت الكلمه العربيه، الذين يدعمون الكليه لا يحبون مثل هذه الابحاث. إذن اسماء الكتب، قلت توماس تومسون المواضي الخرافي التوراه والتاريخ مترجم الى اللغه العربيه طبعه دار قدموس، كيت ويتلام اختلاق اسرائيل واسكات التاريخ الفلسطيني كتاب طبعه عالم المعرفه وربما طبعه اخرى ايضا، جون بوتيروم مترجم ايضا الى اللغه العربيه كان طبعه لا ادري وفي مكتبتي في مكان ما، ولكن هو ايضا لكتبت جون بوتيرو الولاده اله التوراه والمؤرخ ستجد الكلمه الان للاستاذه سميره حموده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله خيرا دكتور يوسف على هذه المحاضرات النيره التي فعلا تفتح العقول وتتطلب اليقين، صحيح اليقين لكي نتداولها. سمعتكش، قدمي لنا نفسكم من اي جامعه؟ الله يخليك. طالبه باحثه في سلك الدكتوراه في جامعه ابن زهر باكادير. تفضل. شكرا جزيلا. شكرا كذلك للدكتور للاب حنا اسكندر على المحاضره السابقه، وارى بانهما متكاملتان في هذه المحاضره. استاذ انا ليس عندي سؤال لكم، ولكن عندي سؤال للاب لو سمحتم، يعني لو سمحتم هل ممكن للاب اسكندر؟ تفضلي تفضلي. لأن كان هناك تعقيب الان عن محاضرتكم، وقال لحد الان لا نجد هناك تحقيق علمي لتراث قراني ولا حديثي علمي، يعني تحقيق علمي. انا اتساءل هل هذا عام؟ هل لا يوجد فعلا في المكتبه الاسلاميه لتراثنا تحقيق علمي؟ واذا لم تكن هناك تحقيقات علميه لحد الان، فما معيار هذه التحقيقات؟ ونحن كمحققين مبتدئين، فما دورنا ان كنا سنتبع هذا الذي يحكم عليه الاب اسكندر الان بانه غير ليس بتحقيق علمي؟ وشكرا، واذا كان عندكم انتم الجواب فانا ممتنه لكم جميعا. شكرا للاستاذ الشرقاوي، وشكرا لكم، وشكرا للمختبر. انا اعطي الكلمه للاستاذ رشيد بيديش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. دكتور يوسف شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة. معكم رشيد بيديش، طالب باحث في سلك الدكتوراه من جامعة ابن زهر. سأكون مختصرا في طرح سؤالي، يعني باستحضار رسالة ابن حزم في رده على ابن نغريلة اليهودي، وأنتم أستاذي الكريم يعني تعلمون سياق هذا الرد. كيف نستثمر هذه المناظرة بين ابن حزم وابن نغريلة اليهودي في عصرنا الحالي في نقد الكتاب المقدس؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني، إذا وضعنا قاعدة في القرآن الكريم باعتباره يعني كتابا مستوعبا للزمان متجاوزا له، فكيف يمكننا إذا صح هذا القول أن نخضع القرآن الكريم لمنهج التاريخي؟ شكرا أستاذي الكريم، تحياتي الخالصة. أستاذ رشيد، أعطي الكلمة للأستاذة حليمة بصير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معكم حليمة بصير، طالبة باحثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لكم على هذه اللقاءات التكوينية عموما، وعلى هذه المحاضرة العلمية القيمة خصوصا، كما أشكر الأستاذة نادية الشرقاوي على مجهوداتها الجبارة. أستاذنا الكريم في نصح لنا بالدراسة العلمية لمعالجة هذه المواضيع فيما يتعلق بمسألة أخطاء القرآن، فهناك يعني مقالنا لمحمد علي عبد الجليل يعني فيه 17 صفحة تحت عنوان أخطاء القرآن اللغوية والإنشائية قراءة تفكيكية، كما أن هنالك كتاب به 625 صفحة
يعني بعنوان القرآن الكريم بالتسلسل التاريخي وفق الأزهر بالرسم الكوفي إلى آخره، يعني للدكتور سامي عوض الديب أبو ساحلية. وقلتم أن علينا أن ندرس هذه المواضيع بالدراسة العلمية لنعالج هذه المواضيع، فما الذي علينا يعني تقترح علينا كطالبة باحثين في هذا الموضوع أن تكون بحوثنا؟ يعني هل نبينها فوات ما يظنون أنها أخطاء بكتاب الله، أم يعني ماذا علينا أن نتناول بالضبط في هذا المجال؟ وشكرا جزيلا لكم. أستاذة حليمة، وأعطي الكلمة الآن للدكتور عامر الجميلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأستاذ الدكتور عامر الأستاذ الدكتور عامر عبد الله الجميلي من كلية الآثار بجامعة الموصل في العراق. شكرا للدكتور يوسف الكلام على محاضرته القيمة، والشكر موصول كذلك للدكتورة نادية الشرقاوي. في الحقيقة يعني أنا مداخلتي أنه على الرغم من الاضطراب الذي يعتري بعض متون الوقائع التاريخية في سفر الملوك والأيام في التناخ العهد القديم، لكننا في ذات الوقت لا يمكن لأي دارس وباحث منصف في تاريخ وحضارة وآثار الشرق الأدنى القديم بما فيه بلاد الرافدين القديم أن يتجاهل ويبخس دور المصادر العبرية المدونة وينكرها بالجملة ويضرب عنها صفحا، وهي التي بقيت فترة طويلة تربو على 1500 عام المورد والمنهل الرئيسي لمصادر معلوماتنا عن تاريخ العراق على وجه الخصوص، والتي رسمت لنا صورة لأحوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحددت لنا خارطة لمعالمها وأوضاعها وإطارها العام قبل أن يتمكن الباحثون المعاصرون من فك رموز الكتابة المسمارية في أواسط القرن التاسع عشر الذي فتح لنا آفاقا واسعة في معصوص الدقيق. تخصص الدقيق في كلية الآثار بجامعة الموصل هو النصوص المسمارية. الحقيقة وجدت مثلا في مقارنة بين السرد التاريخي لواقعة حصار مدينة السامرة في النص التوراتي والنص المسماري الآشوري، أن النص التوراتي هنا أثبت أنه أدق وأصدق من النص الذي كتب وفق فلسفة الدولة الآشورية ووجهة نظر الآشوري وإرضاء الملك الآشوري شروكين. طبعا شروكين هو صيغته باللغة الأكادية والنص المسماري، في حين يرد في صيغة التوراتية بسرجون الآشوري أنه هو من حاصر السامرة وأسقطها. لكن الحقيقة التاريخية الحقيقة أظهرت وجداول الملوك المكتشفة الآشورية أظهرت صدق رواية سفر الملوك الثاني 18 من 13 إلى 16 التي تذكر أن شلمان الشرد أو ما يعرف بالتوراة بشلمان الصر الخامس هو الذي تبين أنه الأخ الأكبر لسرجون الثاني، وهو من قام بحصار مدينة السامرة على مدى طبعا هي مملكة إسرائيل الشمالية على مدى 3 أعوام. يبدو أنه توفي هذا الملك شلمان الصر الخامس في أثناء حصارها، وهنا تسنم أخيه الأصغر سرجون الآشوري نقصده وليس الأكدي، يبدو أنه تسنم الحكم وسقطت في عهده في عام 722 قبل الميلاد، وكأنه قطف ثمار وجهود أخيه في تلك العمليات الحربية ونسبها له. وهذا يأتي ويندرج في نقد ودراسة الكتاب المقدس بشكل بناء وتحليل رصين. يعني في الحقيقة أنه بالرغم من هناك اضطراب يعني في التسلسل التاريخي، لكن هنا يجب أيضا أن ننصف العهد القديم فيه. الحقيقة لدينا في العراق أيضا هناك نقد للكتاب المقدس وخاصة العهد القديم، لدينا هناك مدرسة عراقية في دراسة تاريخنا القديم والآثار. نعم وردت أسماء الكثير من الملوك الآشوريين بصيغ يعني لا نقول محرفة، لكن مثلا شروكين جاءت بصيغة سرجون، وسن أخي إيريب جاءت بصيغة سنحاريب، ونبوخذنصر نبوكودونصر جاءت بصيغة نبوخذنصر، وكذلك مدينة كلخو بصيغة كالح وغيرها. كثير من أسماء مثلا الأمم والمدن وردت، مردوخ بلادن المتمرد البابلي ورد، هناك الكثير من ألقاب القادة العسكريين الرابشاقي أيضا. يعني يجب أن ننصف العهد القديم أنه أورد لنا تلك المسميات للمدن والملوك، ملوك حكام آشور وبابل وغيرها من أسماء الجغرافية التي وردت. يعني إذا يسمح لي الأستاذ الدكتور يوسف الكلام أن يعني أيضا أن أسأله يعني في المحاضرة التي سبقت والتي كانت
الأب الدكتور اسكندر حنا، سألته عن يعني عن وقوع المعرب في القرآن الكريم. هو أستاذنا يوسف الكلام قال لأنه القرآن يعني لا يوجد فيه كلمات غير عربية. نعم أنا كذلك أعتقد كذلك، لكن يعني إذا اعتبرنا هناك مفردات ما يسمى باللغات السامية التي البعض يسميها أيضا اللغات العربية القديمة كالعبرية والآرامية السريانية، إذا تسمح لي دكتور يوسف أسألك هل يمكنك أن تجيبني عن صيغة طور سينين؟ طور سينين في سورة التين أهي صيغة عربية؟ بالتأكيد هي ليست عربية، لأنها ببساطة جمع آرامي بالياء والنون، لأن مفردها سنة أو شنة، ويعني ومنها جاءت تسمية برشيناية أحد أعلام السريان في العصور الوسطى، كأنهم شبهوا جبال سيناء بالأسنان عندما ترى سلسلة تلك الجبال من بعيد. فيعني أن نقول أن صيغة سينين هي عربية هذا يعني ليس من الحقيقة بمكان، إنها جمع آرامي كما مدن نصيبين وقنسرين وعفرين وتنورين، هي يعني جميعها هذه يعني ما الضير أن نقول أنها يعني آرامية سريانية. يعني العرب يجمعون سن بأسنان لا يقول سينين، لماذا جاءت في سورة التين والطور والزيتون والتين والزيتون وطور السينين؟ إذن هي جمع سرياني آرامي كغيرها. قراءة عبد الله بن مسعود تأتينا كثيرا، يعني حسب ما يقول السجستاني في من القرن الثالث الهجري في كتابه المصاحف يريد فيه ألفاظ صلوثة زكوثة حيوثة أو صلوة كما يقرأها أبونا اسكندر حنا، صلوة زكوة حيوة. أرجو أن يتسع صدر أستاذنا ودكتورنا يوسف الكلام، وشكرا جزيلا وعذرا عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور أحمد حمدي أبو ضيف الزيد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد حمدي أبو ضيف، حصل على درجة دكتوراه من كلية الآداب، باحث في كلية الآداب جامعة عين شمس. سؤالي ليك يا دكتور يوسف، أنا مش في الحقيقة مش داخل من الأول وما حضرتش المحاضرة من الأول، ولكن كنت أحب أشير ده بحكم طبيعة التخصص إن المسيحية مرت في البداية، يعني الكتاب المقدس لم يكتب في القرن الأول أو في القرن الثاني، ولكنها كانت عبارة عن مجموعة مخطوطات متفرقة، لم يتم الجمع أو كتابة الكتاب المقدس إلا في بعد مجمع صور سنة 307، وتم كتابته بناء على ما كتبه الأب أثناسيوس، اللي هي حاجة اسمها قانون أو قانون اسمه قانون إنسيما. قانون إنسيما دي كلمة يونانية ومعناها اللي هو قانون الإيمان الموحد. كل ما كتب كان قبل ذلك قامت الكنيسة بحرقه، قبل ذلك قبل هذه الفترة تم حرقه. طيب في القرن الرابع أو في القرن الثالث بعد كتابة الكتاب المقدس، كيف أحكم على كتاب كتب في القرن الثالث أو في القرن الرابع الميلادي بأنه هو كتاب حق؟ دي مداخلة لحضرتك. المداخلة الثانية بالنسبة لبعض الآباء الكنسيين الأوائل اللي هو زي بندكت وزي أوريجينوس وغيره 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 من المؤلفين في هذه الفترة، أرجو من حضرتك بس أنك ترجع ليهم وترجع للكتابات اللاتينية بتاعتهم، لأن هي فيها كثير مما ممكن نقول مما يحويه من تاريخ الكنيسة، التاريخ الأصلي للكنيسة. يمكن جمع الأب جون لوريمر بعض هذه الكتابات وكتب تاريخ الكنيسة، ولكن أرجو أن حضرتك ترجع لهذه الكتابات لأنها بتحوي على الكثير من الحقائق عن تاريخ الكتاب المقدس. شكرا جدا لحضرتك. شكرا دكتور أحمد. تفضل دكتور يوسف. أنا جوابي كما قلت، ليس الحكم هكذا بإطلاق في نظري وأستسمح، ليس حكما علميا. لا يوجد سبينوزا الذي قرأته نصه أعجبني كثيرا قوله فيما أعلم، يقول وهو يحدثنا عن أبراهام ابن عزرا، قال لم يجد أول من تنبه إلى أخطاء الأصفار بنسبة الأصفار الخمسة إلى موسى فيما أعلم. إذن
سبينوزا باحث دقيق، لأنه قيد الأمر حسب علمه. أما ابن حزم سبق كما ذكر الدكتور أحمد محمود هويدي أنه سبق ابن حزم والدكتور محمد عبد الله الشرقاوي كتب نقد النص بين ابن حزم وسبينوزا، فيه كل ما ذكره ابن حزم مأخوذ عن 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 سبينوزا. إذن أن أقول لا يوجد كتاب عربي محقق تحقيقا علميا، لا يوجد كتاب مسيحي، أو كل كتب المسيحية كتب خاطئة، التوراة كلها خاطئة، هذا ليس من القول العلم. التوراة مع إيماننا أنها حرفات، أو الإنجيل، هذا لا يعطينا الحق فإن نقول أنها كل ليس فيها الحق، لا يمكن، لا يمكن أن نقول هذا الكلام. ربما اختلط فيها شيء بشيء، ولكن فيها الحق. ابن تيمية رحمه الله وما يشاع عنه من تشدد كان ينهى أن يستجمر بالأوراق التي كتبت عليها التوراة، يقول يجب أن لا تستعمل هذه الأوراق التي كتبت عليها التوراة لهذه القاذورات، لأنه يعتقد أن فيها نوعا من الحق. إذن لماذا إذن ليس علميا أن نقول أن ليس هناك كتاب محقق؟ أنا المخطوطات دابا أعود إلى أطروحة الدكتوراه، وللأسف الجزء الذي سأتحدث عنه في أطروحتي وغير منشور في الأطروحة التي نشر، لأنني حذفت جزءا منها المتعلق بالقرآن وبمخطوطات القرآن، هو الآن بين يدي. مثلا الألمانيين لدين قاما بتحقيق هذه المخطوطات، جيرد إغبوين مع غراف فون بوتمير، إذا أحسنت قراءتهما ربما يصحح لي الدكتور. والمقال الذي نشره أحدهم على أساس أن القرآن وجد فيه ما وجد، ولكن هنا كتاب مثلا مصاحف صنعاء مقالات للسيدة صباح سالم الصباح والقاضي إسماعيل الأكوع وجيرد بوئن وغيره. جيرد بوئن هذا الألماني الذي كلف من قبل اليمن لإصدار هذه الدراسات. غسان حمدون في كتابه كتاب الله في إعجازية تجلى، من الكتابات التي تعرضت إلى هذه الأمور. طبيعة الحال أنا رأى تحدث عن أطروحة نقشت قبل 15 سنة أو 16 سنة، والكتاب الكتابات هذه طبعت ربما قبل 20 أو 25 سنة. إذن لن أكثر في هذا الأمر. كيف نستثمر رسالة ابن النغريلا؟ أنا لم أفهم يعني لماذا تخصيص رسالة ابن النغريلا. هو كيف نستثمر المناظرات والردود التي كانت بين المسلمين وبين غيرهم؟ ابن حزم في الفصل في الهواء والنحال، ولا الرد على راهب فرنسا للباجي، ولا إفحام اليهود للسماء وقال، ولا هذه الكتابات أو الرد على التوراة ديال الباجي الشافعي، أورد الجميل على إلهية عيسى صريح الإنجيل، هذه كل كتابات سواء من المسلمين أو من المهتدين يمكن أن تستثمر بشكل إيجابي. أولا، أول شيء مهم في هذه الكتابات هي أنها مناظرات فكرية، مقارعة الحجة بالحجة، ليس القتل وسفك الدماء، هذا قال في الإسلام سأنتقم منه سأفجره هذا ليس من الإسلام. من الذي ينتقدك بالعملي بالفني بالرسومي أنك أن ترد عليه بمثل الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم على وخير للصابرين، إلا صبرت يكون أفضل. إذن أنت تريد أن ترد، جميل، هذا هو المطلوب، حتى لا تكون سلبيا خصوصا في مثل هذه الظروف التي يعيشها المسلم، ولكن أن يكون ردك من جنس عمل الرجل الذي كتب فن رسومات، لك أن ترسم ما يثبت قيمته وجمالية النبي، وكتب أنجز فيلما، لك أن تنجز كتب مقالك. إذن هؤلاء الناس كانوا هذه أشياء كانت بالنسبة للمسلمين في عزهم كانت أيضا بين قوسين قد نعتبرها إهانة. لما يكتب بولس أسقف صيدا رسالة إلى مسلمي صيدا يدعوهم إلى النصرانيات، القاضي عبد الجبار قال كتب الزنادقة ضد الإسلام أكثر ما كتبوا أيام لكن لهم العز والغلب، بمعنى أن لما
قوية الدولة العباسية، المجوس الذين كانوا يعيشوا في ظلها كتبوا الإسلام أكثر مما كانوا يكتبون أيام دولة فارس، لكن لم يقتلهم أحد، لم يشرد بهم أحد، لم لا كان القرآن حامل لنا الكثير. إذن نستثمر هذه الرسائل، اللهم إن كانت هناك شيء خاص الذي همنا أيضا في بني النغريلة، أمانة ابن حزم من بين أمانته وأنه يقول أنه لم يقف على رسالة ابن النغريلة، وإنما هو يرد على ابن النغريلة بالوساطة، يقول لم أتمكن من الوقوف على رسالة ابن النغريلة، ولكن مما وجدته في رد أحد المسلمين ولم يعين من يكون بناء على ما ذكره هذا المسلم على ابن النغريلة سأقوم بالرد. هذا الذي أنا أستفيده وهذا الذي أستثمره هو أنني أن أكون أمينا في النقل، إن نقلت من المصدر أشير إلى المصدر، إن نقلت بالوساطة أشير إلى الوساطة، إذا انتقدني أحد أجيبه أيضا، إذا انتقدني كتابة أجيبه كتابة، لا داعي إلى أن أحكم بقتله أو أنشئ فتوى ضده، أو وإلا لا أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم فتاوى كثيرة لقتل الناس الذي قالوا عنه الساحر والكاهن والمجنون. أنت اليوم في وأنت فيك من الجنون، لو قالك أحد أيها المجنون ستأخذ حجرا وترميه به وستكون بالفعل مجنونا. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع أحد، كان الجواب مطالبة هذا الذي يدعي جنون النبي أن يقدم دليلا أن يثبت أنه مجنون بالفعل. القرآن مستوعب للزمان والمكان، متجاوز له، كيف أن نخضع القرآن لمنهج التاريخ؟ لا، هو نخضع القرآن لمنهج التاريخ ليس بهذا المفهوم. القرآن ليس كتاب تاريخ، ليس كتاب جغرافيا، ليس كتاب فلك، ليس كتاب مقارنة أديان. القرآن جاءنا كما يقول الماتيماتيسيان الرياضي لغراند ديريكتريس، جاءنا بالموجهات الكبرى التي توجهنا. إذن يمكننا أن نستفيد منه في كثير من القضايا. تطبيق المنهج التاريخي يطبق على النصوص التاريخية، والقرآن غير نص تاريخي. إذا طبقت المنهج التاريخي لن يعطيك شيئا مضرا بالنص إذا كان النص مترفعا عن التاريخ. ولكن في نفس الوقت لما نقول أو نتحدث في علوم القرآن عن أسباب النزول، ما معنى أسباب النزول؟ لماذا نقول عموم السباب لا عموم ما أعرف كيف يقول علماء القرآن، ليس العبرة بخصوصية، المهم أنتم تعرفون المقولة، أعتذر نسيت. إذن مسألة الأمر أن القرآن ليس تاريخيا ليس منزه أو متجاوز للتاريخ، ولكن هو يعطينا أخبارا تاريخية. يقول لنا الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، يقول لنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجد. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السي محمد حفظه الله ورعاه. إذن يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعطينا معلومات. إذن إشارات إلى بعض الأمم، يمكننا أن نبحث لنفهم عن أي فيل تحدثت صورة الفيل، ومتى كان ذلك، ومن هذا الذي ساق هذا الفيل، ونبحث في التاريخ وفي الجغرافيا ولنتبين هذا الأمر. هذا الذي أقوله لبديش ربما من بنزله. الأخت حليمة بصير مستيسفاس، أخطاء القرآن لغوية إنسانية، كيف لنا، ماذا نفعل؟ سامي عوض الديب ربما كان حاضر معنا في القرآن. لا، هو مشكلتنا نحن، حتى الباحثين في الدراسات الإسلامية راه عندنا مشكلات في ثقافتنا، في تكويننا. راه لما نتكلم عن القرآن في أخطاء لغوية، راه هذه المشكلة. لما يقول الله عز وجل خطأ الشائع، إن هذان لساحران يريدان، إذن إنها الأصل إن هذين لساحرين، إن طرف
تنصب المبتدأ وترفع. ولكن الذي يجب أن نعرفه هو أن القرآن سابق لقواعد اللغة العربية، سابق لقواعد اللغة، يجب أن نحاكم قواعد اللغة العربية إلى القرآن، لا أن نحاكم القرآن بقواعد اللغة. القرآن توضعت القواعد فيما بعد بناء على المعهود والشائع عند العرب. إذن أنا في نظري لو كنت أستاذا للغة العربية وأدرس طلبتي إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أقول لهم ليس دائما، ليس دائما. دليل ذلك قول الله عز وجل إن هذان لساحران، بمعنى ليس القاعدة، لأن لكل قاعدة استثناء. نحن وضعنا هذه القاعدة على أساس أن هذا هو الشائع العام. إذن والصابون ستكون والصابين مثلا، لا أنا عندي كتيب هنا حول أخطاء الله. إذن كيف تحاكم نصا هو الأصل في التقعيد للغة العربية بقواعد اللغة العربية؟ المشكلة في قواعد اللغة العربية، ليس في الإسلام. مثل هذه الكتابات جدير بنا أن نقرأها، طبيعة الحال أن نقرأ هذه الكتابات وننظر في مكانها. نحن مشكلتنا أولا أن نفهم، لابد أن نفهم، لابد أن نقرأ القرآن ونتدبره ونفهمه ونرى لماذا كتبت هذه الأشياء بهذه الطرق ونجتهد. قد نصيب قد نخطئ. رحم الله الدكتور تامر الراجي لما كان يقول لنا الصلوات اللي تكلم عليها أخينا من العراق، الصلوتة، أن أصلنا الصلاة في اللغة السريانية أظن صلوتة، كان يقول الله عز وجل إذا عظم شيئا يكتبه أو يرسم بطريقة مخالفة، على أساس أن تامر الراجي رحمه الله كان مما يقول أن الرسم توقيفي، أنه هكذا نزل. إذن أو البلواء، إذن في مكان تكتب بالواو وفي مكان تكتب كما نكتبها نحن. لماذا كتبت إن هذا لهو البلاء المبين في حديثه عن ذبح ابنه إبراهيم عليه السلام، كتبت بشكل اجتهادات. أنا لا أقول هذا هو الكلام الصحيح، ولكن على الأقل الرجل كان رحمه الله يتدبر، ينظر في الرسم ويحاول أن هذا الذي نحن مطالبون به، أن نفهم، أن نفهم وأن نتدبر القرآن. وبدون شك سيفتح الله علينا فتح العارفين به وسيتبين لنا الأمر. إذن أخطاء القرآن أخطاء قياسا على ماذا؟ على لغة العرب. لغة العرب فيها مثل هذه الأخطاء. إذا رجعت للأشعار ورجعت الذي كتب في القديم، قد تجد هؤلاء الذين يخالفون القواعد التي وضعناها نحن فيما بعد. قد نجد امرأ القيس مخالف قاعدة معينة، بمعنى أنها ليست مخالفة، هي في اللغة وليست من الشائع في اللغة. وما هذا جواب إلى أديها وجواب مقنع لا، ولكن هذه كلها أمور تفاوضة. الكلام أن الدكتور عامل لا، هو أنا كما قلت أنا لا أقول أن التوراة لم تأتي بالحقائق مطلقا، أن كل ما ذكر فيها عن التاريخ كان لا، ولكن لما تكون تعتقد أن التوراة هي كتاب التاريخ الحق الوحيد ثم تكتشف خلاف ذلك، هنا الأمر تبدأ في التساؤل. إذن صدم المسيحيون واليهود وهم يعتقدون لسنوات أن هذا كتاب الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين أيديهم ولا من خلفه في نظرهم، إذا به يخالف الواقع والتاريخ. فبدأت الاكتشافات. هذا لا يعني أن كل ما ورد في التوراة لم تكن حقائق تاريخية، لا، سنجد حقائق في التوراة ونجد خلافها في كتب تاريخ البابليين، لأن تاريخ البابليين أيضا كتبه بشر، فلماذا ننزه هؤلاء ولا ننزه هؤلاء؟ لماذا نقدس هؤلاء وندنس هؤلاء؟ إذا كان كتبة التوراة بشر ليسوا بأنبياء، فكذلك كتبة تاريخ البابليين ليسوا بأنبياء وهم بشر. هؤلاء يخطئون والآخرون يخطئون. إذن قد أجد بعض المعلومات الصحيحة في التوراة أتحقق منها تاريخيا، لأنك أنت تحققت منها
أركيولوجيا وربما بنصوص أخرى، فتبين لك أن النص السومري خاطئ، وأن النص في حصار السامرة أن النص التوراتي كان أدق، ربما لأن الذي أرخ لحصار السامرة لم يكن طرفا في النزاع، كان ربما هم بنو إسرائيل، في حين الذي أرخ لنص السامرة كان من طرف مؤيد لجهات أخرى. إذن أنا أو كون سرجون ولا شيل مناصر هو الذي فالأصح هو شيل مناصر الذي قال التوراة وليس سرجون الذي قال النص السومري، هذا أنا أتفق معك. نعود إلى مسألة اللغة العربية وإلى طور السنين، هذا جمع لا ما تفهمناش، لم نتفق. أنا قلت اللغة التي نزل بها القرآن العربية المبينة، هذا طرح يحتاج إلى دليل، أنا لا أقول هذا حق مبين، هذا مجرد تفكير، أنا ليس تخصصي لغات قديمة ولا هذا الشيء، ولكن هذه مما من الأشياء التي من خلال احتكاكي بهذه الأمور استنتجها، ولكن ليست محسومة، قد يكون خلاف ذلك تماما، ولكن الذي يخالف لا بد، أنا ليس لدي دليل، لأن لم أخصص بحثا في هذا المجال، ولكن الذي أدعيه أن لغة القرآن هي اللغة الأصل، هي اللغة العربية المبينة، هي العروبية، هي اللغات العربية القديمة، هي اللغة السامية الأم، ولغة قريش هي العربية التي نظن نحن أنها لغة القرآن، ولكن هي ليست لغة القرآن، لغة قريش هي ممثلة لغة القرآن بواحد النسبة الأكبر، أو لغة العرب عموما ليس لغة قريش، لأن لغة قريش أيضا في اللغة العربية هي أكثر اللغات حفاظا على الكلمات، لأنها كانت محج القبائل العربية، فكانت كل المصطلحات تأتي إليها وتتراكم فيها، ويذهب كل واحد بمصطلحاته وقد يفقد بعض المصطلحات. إذن لغة القرآن العربي نصطلح عليها بشيء اسمها، نعطيها شيء، هي اللغة ألف، واللغة قريش ولغة جزيرة العرب التي ليس فيها طور سينين هي لغة قريش، هي لغة العرب، هي لغة جزيرة العرب، ولكن لغة القرآن فيها طور سينين، فيها طور سينين لأنها هي اللغة التي تضم السريانية وتضم الآرامية وتضم العبرية وتضم الأكادية وتضم غيرها، هي اللغة التي إذا لما أقول ها طور سينين ليست عربية، ليست عربية بالمفهوم العربي الذي متداول عندنا بالقواعد وبالأشياء التي تعرف بالشعر الجاهلي، ولكن هي في لغة القرآن لغة عربية، طور سينين هي من كلمات العربية القرآنية، إذن عندنا عربية القرآن وعندنا عربية العرب وعندنا لغات سامية أخرى، عربية القرآن هي 100% ولغة العرب هي 95%، والعبرية هي 5% مثلا أو 70% من عربية القرآن. إذن لما أجد كلمة عبرية في القرآن هي فقط حفظ عليها في العبرية ولم يحافظ عليها في لغة جزيرة العرب، ما عرفت واش فهمتي الفكرة ديالي. إذن لما أقول صلاة راه صالوتا أو زكوتا أو فهذه ألفاظ في عربية القرآن، إذا هو الطرح الذي أناقشه معك، إذن هي عربية القرآن وليست عربية جزيرة العرب، علما أن جزيرة العرب حافظت على 91% من لغة القرآن، لذلك كتوجد غير بعض الألفاظ. كم من الأعجمي بين قوسين في القرآن؟ كلمات قليلة جدا بالمقارنة مع كلمات القرآن، هذا يدل على أن لغة العربية ضمت لغة القرآن بواحد النسبة كبيرة، أو فيها من لغة القرآن نسبة كبيرة، ربما الفكرة ما فيش وصلات ولا ما وصلتش. أحمد حمدي أبو ضيف من كلية آداب عين شمس، صحيح أن الكتب المقدسة خصوصا العهد الجديد لم يكتب إلا في زمن المتأخر، إنجيل لوقا يصرح بذلك، لوقا لما كان بداية مطلع لوقا
يقول لما كان كثيرون من الناس يكتبون الأحداث التي وقعت لي كذا أكتب لك أنا أيضا يا صاحب العزة توفيلوس. إذن هو يشير إلى أن الناس تكتب سيرة الرجل، وهو سيكتب أيضا كما كتبوا، وهو سيتميز عنهم بالدقة. لو كان الكتاب المقدس قريب مني لقرأت لك النص. إذن هو أيضا يكتب لصاحب العزة ويقول لصاحب العزة توفيلوس أنه سيكتب بتدقيق، بمعنى أن الكتب الأخرى لم تكن بدقة. إذن الأمر ثابت. ابن حزم رحمه الله قال ولسنا نحتاج إلى تكلف برهان، مع أن على أن الأناجيل والأصفار لم يكتبها المسيح ولم يكتبها حتى حواري المسيح. إذن كتبت في زمن متأخر، وكتبت لما استقرت المسيحية التثليثية، مسيحية بولس، لأن نحن اليوم نعيش مسيحية بولس. لست أنا القائل، القائل هم باحثون في الجامعات الغربية من المهتمين بتاريخ المسيحية. المسيحية التي نحن فيها اليوم لا علاقة لها بمسيحية المسيح، لا علاقة لهم بالمسيح، لا الكنيسة ولا طقوس الكنيسة ولا أي شيء فعله المسيح عليه السلام من هذه الأشياء لم يكن يعرفها أصلا. حتى أن أحد الباحثين اليهود قال لو بعث المسيح ببضع في القرن الثاني الميلادي، لو بعث في القرن الثاني الميلادي وشاهد ما آلت إليه المسيحية، قال بالحرف الفاسي فانوير، سيغمى عليه، سيغمى عليه من شدة الصدمة، لأنه جاء بدين فوجد دينا آخر. لست أنا القائل، أنا فقط أنا لم أفهم أيضا من أخي أحمد الحمدي أبو ضيف لما أحالني على هذه الكتابات الآباء الكنيسة القديمة، مثلا أوريجينوس، هل صدر مني أمر غير محقق من ناحية التاريخية أو معلومة غير صحيحة؟ فلذلك يحيلني إلى كتاب. أنا أوريجين أعرفه من خلال الزيكزاب والسداسيات التي كتب، وهو أحد محققي النص وأحد الذين انتبهوا إلى النص يحتاجوا إلى تحقيق، وإلا كيف يكتبوا في أعمدة ستة النص العبري بالعبرية والنص العبري باليونانية والنص السبعيني والنص ديال تودوسيون والنص ديال أكيلا والنص إذن ما عرفتش. ولكن أشكره بطبيعة الحال، أنا اشتغلت على المسيحية أكثر من اليهودية في بحثي في أطروحاتي، فكان احتكاكي أكثر بالآباء ورجال الكنيسة. ولكن إذا كنت يعني نسيت شيئا أو أخطأت فيه، ربما قرأته فعلا وظننت حقا وهو ليس كذلك، أن ينبهني. ربما نسيت الأخ الكريم عبد الرحمن الشرقاوي أظن، لا أجبته من قبل. كان في الأول. طلب مني لا ذكر بخصوص رسالة ابن النغري، لا سؤالكم للأسف نشوف ربما إلى قري إلى تمكنت من قراءته. بخصوص رسالة رد على ابن النغري، سؤال كيف استثمر ابن حزم في تفنيده زعم ابن النغري على أن في القرآن تعارضا؟ إذا فهمت الكلام ديالك، لأن ابن النغري كان من الأشياء التي أترى ابن النغري أن في القرآن هذه المشكلات، الأخطاء اللغوية، التعارض بين النصوص. إذا أنا هنا فقط للتنبيه في هذه المسألة، لا بد أن نفهم أن أرى المقصود هذا من بعض الأشياء التي ربما أنا أجدها حتى في كتابات العلماء المسلمين القدامى. التعارض أو التناقض المقصود به في نظري في فهمي هو أن ليس قال هنا أدخل وقال هنا أخرج، إذن هذا تناقض، هل يدخل أم يخرج؟ لا، أنا أظن أن التناقض المقصود أو الاختلاف التعارض، لو كان في ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الاختلاف مع الواقع، الاختلاف مع الفطرة،
الاختلاف مع المنطق، الاختلاف مع الأشياء التي يصعب على الإنسان، يصعب على الإنسان أن يمتثلها. إذن لا يمكن لله عز وجل أن يأمرك بشيء لا تستطيعه، لا تقدر عليه. إذن الله عز وجل قربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بمعنى لما تجد نصا دينيا يكلفك ما لا تطيق، أعلم أنه ليس نصا منزلا، لأن الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن يأمر القرآن نصوص الدينية خصوصا في موجهات، ليس في الجزئيات وفي الفروع، تكلم في الأصول، لا يمكنه أن يأتيك بالأمر بما يخالف طبيعتك. مثلا يقول لك لا تأكل، الله عز وجل يأمرك بأن لا تأكل، أن لا تأكل مدة معينة ممكن، أن لا تأكل بعض الأطعمة ممكن، ولكن أن لا تأكل مطلقا هذا أمر يستحيل، أن لا تتزوج هذا أمر يستحيل، أن لا تشرب هذا، أن لا تنام، أن يدعوك القرآن إلى أمر ينافي طبيعتك التي خلقك الله عز وجل عليها. إذن لما يدعوك إلى مخالفة شيء هو في خلقه فيك، لا هذا هو التعارض، هذا هو المقصود بالتناقض، هذا أو مع الواقع أو مع أو عدم الإمكانية التطبيق كما يسميها القانونيون. لا يمكن أن يكون هناك حكم منزل فيه صعوبة في التنفيذ، صعوبة التنفيذ مشكلة. إذن هذا الحكم إذا كانت صعوبة مؤقتة لا بأس، ممكن تكون صعوبة مؤقتة، ولكن صعوبة دائمة ليس حكما. هذا ما فائدة الحكم الذي لا يستطيع أن ينفذه حتى في الأحكام القضائية؟ إذا كان لديك حكم صعب التنفيذ ما فائدته أن تحكم لك المحكمة بحكم دائما يكتب لك فيها مأمور التنفيذ حسب استعمالنا في الإجراءات القانونية، يكتب لك مأمور التنفيذ صعوبة في التنفيذ، محضر بصعوبة في التنفيذ. إذن ما قيمة هذا الحكم إذا لم ينفذ؟ إذا أعطيك الكلمة. شكرا دكتور يوسف، أظن أن الوقت أخذ منا الكثير، يعني فوقنا 3 ساعات. يمكن أن أعطيك سؤالين فقط من مجموع الأسئلة، وأشكر الجميع على متابعتهم وعلى صمودهم معنا إلى غاية هذه اللحظة. سأقرأ سؤالين كما قلت لك، ومن أراد أن يتواصل مع فضيلة الدكتور يوسف كلام فصفحته مفتوحة، يمكن أن يبعث في خانة المراسلة فسيجيبه بكل يعني بكل سرور. نعم، الصفحة هي معروفة لدى الجميع. سأقرأ سؤالين. سؤال الأول هو لعبد الرزاق الجروان، يقول جاء عن ابن حزم أنه لا يعرف العبرية، سؤاله ما هي الترجمة التي اعتمد عليها في نقد التوراة؟ نجاوبه. سؤال ثاني، سأقرأ سؤال ثاني وأعتذر للباقي منهم الأستاذ محمد عرصة والسيدة أم أشرف وبعض محمد العمراني. السؤال الثاني كما قلت هو لهشام حسناوي، ما مدى صلاحية المناهج التأويلية الحداثية في فهم وتفسير القرآن باعتبارها طريقة جديدة لفهم الكتاب المقدس؟ بالنظر إلى هذه القراءات التأويلية الحداثية وقعت في إشكالية معرفية مفادها نقل الصراع التاريخي في فهم النصوص المقدسة بين طريقة الكنيسة وبين طريقة عصر الأنوار إلى الساحة الإسلامية. سي عبد الرزاق، قلت جاء عند ابن حزم، أنا ابن حزم قرأته وأقرأه منذ سنة 1995 ولا 94، لم أجده يشير إلى أنه يقول أنه لا يعرف اللغة العبرية. أولا هذا أول شيء. إذا مسألة معرفة اللغة العبرية عند ابن حزم مسألة قابلة للنقاش، ولكن أنا ممن يعتقد، ما يقولش يعتقد، يظن أن ابن حزم كان يعرف العبرية. لن يقول لك وجاء في كتاب الله يسمى شعر هاشيريم ومعناه نشيد الأنشاد، وفي كتاب الله آخر يقال له قهيلت ومعناه الجوامع، وفي كتاب يسمى ديفري هياميم ومعناه أخبار الأيام، وفي كتاب الله من التلمود يسمى سدر النشيم وهو أحكام النساء،
او احكام الحيض بتعبيره، يسميه احكام الحيض، وهو سدر النشيم، وهو القسم الثالث من اقسام التلمود. اذا وفي كتاب ميلخيم، اذا او ميلخيم، اذا من اين جئت بان ابن حزم قال؟ انت جزمتي على ان ابن حزم لا يعرف العبريه. اولا انا لا اتفق معك في كونه لا يعرف العبريات، انا اظنه كان يعرف العبريات، وانه كان يرجع الى النص العبري وربما يستعين بترجمه عربيه، ربما كانت بين يدي ترجمه عربيه. النص الذي كان بين يديه ان كان عربيا او يستعين به، هذا امر لم اقف عليه بعد، يعني من خلال البحث. بالنسبه للنص الانجيل، النص الموجود في الخزانه القرويين اللي هو الانجيل لوقا، فيه تشابه كبير مع النصوص التي يستعملها ابن حزم. قد تكون هذه النسخه من النسخ العربيه التي اعتمدت لدى ابن حزم في نص الانجيل، في نص الانجيل. اما بالنسبه للتوراه، ما يذكره ابن حزم عن التوراه يدل على أنه كان بين يديه نص عبري، لأنه يوصف لنا النسخة العبرية، كان فيها من سطر، كان فيها من كلمة، وكل سطر شحال فيه من كلمة، وكل صفحة كم من كلمة. إذن وهذا يقول هذا كله في التوراة من الأخطاء، وهي بضع عشرة وكذا، في لا أتذكر النصوص للأسف، لا أحفظها. إذن بالنسبة للنص العبري ليس لدي أي معلومة عنه. بالنسبة للعهد الجديد، ممكن نسخة الإنجيل الموجودة في خزانة القرويين كانت من النسخ المعتمدة عند ابن حزم. كان واحد النقاش كان بيني وبين الدكتور يوسف الشنقيط في أطروحته الدكتورة حول مصادر ابن حزم في نقد اليهودية والنصرانية، ناقشها قبل شهور، ربما في شهر نوفمبر أظن، يناقش مسألة اللغة العبرية. أنا أختلف معه، ويذهب إلى أنه لأن ابن حزم لم يكن يعرف العبرية، وأنا كنت أذهب إلى أنه يعرف العبرية، وقدم جهدا محمودا ومهما يمكن أن تعود إليه، وستجده ناقش هذه المسألة، وقد تجد فيه الذي تريد. ولكن أنا لا أتفق، الإمام ابن حزم في نظري على الأقل أضعف الإيمان أنه كان يقرأ النص العبري، كان يقرأ الحرف العبري، وربما كان يستعين ببعض اليهود أو ببعض الترجمات ليصل إلى النص الذي يريد. ولكن تكوين ابن حزم، حزم ابن حزم، لا يمكن أن يرجع إلى ترجمته، لا يمكن أن يرجع إلى الترجمة، ويريد أن يقيم الحجة على الخصوم. لا يمكن أن تقيم الحجة بنص مترجم، أن تقيم الحجة على المخالف وأنت تناقشه بنص مترجم. الذي سيحتج عليك في القرآن بترجمة معينة لن تتفق معه، لأن ترجمته للقرآن ستكون تعتمد فهما معينا، لا نقول فهما، تعتمد قراءة معينة. لما سيترجم لك معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير، ماشي هي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، إذا استعمل ترجمة لقراءة معينة سيبقى الأمر في إقصاء بالقراءة الثانية، إذن الترجمة ستفسد الأمر. وأنا لا أظن ابن حزم كان كذلك. سي هشام يقول: ما مدى صلاحية المناهج الحداثية باعتبار الفهم الإسلام القداس بن بنا وأنها نقل الصراع إلى الساحة الإسلامية؟ لا، هي ليس نقل الصراع، هذه سيرورات تاريخية. يعني النص هو نفسه، ولكن القارئون للنص يتعددون ويختلفون، وتتحكم فيهم ظروف تاريخية والإمكانات وتكويناتهم. إذن القرآن لا يمكن القرآن أن يقرأ بقراءتنا نحن إذا حملته إلى أمريكا الجنوبية، لهؤلاء ثقافتهم، لهم أعرافهم، النص يعنيهم لأن النص للعالمين.
إذن هذا القرآن جاء للناس جميعا، سيقرؤونه بثقافتهم وسيقرؤونه بمناهجهم وبأساليبهم، ولن يختلفوا معنا كما قلت في الأصول، لن يختلفوا معنا في الأصول سواء قرأوه بالعربية أو قرأوه مترجمة، حتى الترجمة في الأصول لن نختلف، ولكن في الجزئيات وفي الفروع سنختلف، الترجمة ستؤثر والثقافة ستؤثر. إذن لما تقرأ نصا أنت في ثقافة معينة، في ثقافة يسود فيها العدل وتسود فيها المساواة وتسود فيها الرحمة ويسود كثير من الآيات القرآنية، لن توقفك كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أنت عندك العدل، عندك الإحسان، عندك هذه الآية، حتى لما ستأتي إلى تفسيرها لن تقف كثيرا، ربما لن تفسرها أصلا، ولكن لما يكون عندك الظلم ويكون عندك عدم المساواة وعدم الإحسان ستقف وتقول العدل هو كذا وأن تفعل كذا وأن إذن فيما يتعلق بالأصول لن يكون هناك اختلاف. يعني أنا لا أرى هو نقل للصراع، هذه صيرورة تاريخية، الصراع منقول منقول، جايك جاي كما نقول في دارجتنا، إذن هو حاصل حاصل حاصل. الأولى أن تتعرف على، حتى ولو لم تستورد مناهج من الغرب، إن لم تستورد وقلت هذا صحيح، هم يعبرون عن المناهج تعبر عن ثقافة معينة في الغرب، عن أسباب، عن نص معين، ولكن كن على يقين أن مناهجك ستتجاوزها أنت في التفسير في قراءة القرآن، حتى ولم تستورد منهجا غربيا ستنتج أنت مناهج أخرى، لكن في طبيعة الحال مجتهد، إذا كنت من طبيعة الحال مفكر، إذا كنت من طبيعة الحال باحث، إذا كنت إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لن تزيد قاعدة تفسيرية واحدة، لن تزيد قاعدة أصولية واحدة، لن تزيد قاعدة فقهية واحدة، ما لن تزيد شيئا، لأنك تكتفي بما خلفه الآباء والأجداد وستبقى تكرر، ولكن إن كنت تعيش عصرك وتكون على يقين أنك ستنتج مناهج أخرى لفهم القرآن ومناهج أخرى لفهم السيرة ولفهم الحديث ولفهم التراث، لن تكون في حاجة إلى أن تستورد مناهج، وإن لم تستورد ستأتيك هي، لأن ندرس في الغرب ونأتي والأفكار تتلاقح وتتناقل، فالعيب ليس في المناهج، العيب في القصد من القراءة، أن تقرأ بأي منهج شئت، ولكن ليكن قصدك أنك تريد الوصول إلى الحقيقة، إلى فهم النص، لا إلى بيان أنه محرف أو أنه مبدال، أو حتى لما تقرأ التوراة أنت المسلم لا يكون قصدك أن تبين أنه محرف مبدال وفيه، لا، تريد أن تفهمه، تريد أن تفهم لماذا وقع التحريف، لماذا وقع التحريف في الكتاب المقدس، لماذا تقبل التحريف في الكتاب المقدس ولا تقبله في القرآن، هذا اللي يكون هدف، ما الفرق بين الكتابين، حتى هذا حرف وهذا لم يحرف، هذا هو الهدف، يكون أن يكون هدفك علميا، ثم بعد ذلك ستصل إلى النتيجة، حتى وإن بقيت على أن الكتاب المقدس محرف على الأقل ستقول لنا بنسبة كبيرة أو بنسبة متوسطة أو بنسبة أو العهد القديم أقل تحريفا من العهد الجديد، أو أن العهد على الأقل سيكون لك ميزان علمي، أعتذر إن لم أكون قد أحسنت الإجابة على أسئلة بعضكم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك الدكتور يوسف الكلام على هذه المحاضرة.